الآن استعرت حاجة، واحد قبل أن يموت أوصى أولاده، وكان أمامه مكتبة ضخمة جداً، أربع جدران من الأرض إلى السقف كلها كتب، أوصاهم ألا يعيروا كتاباً واحداً من هذه المكتبة. طيب لما يا أبتي؟ قال لأن كل هذه الكتب كتب استعرتها. فاستعرت كتاب أداء إليه بإحسان، أداء إليه، أخي تعال خذ الكتاب، أخذته من بيتي، شاهده في الطريق أعطاه الكتاب، غير لائق. هذا الكتاب أخذته من البيت، أرجعه إلى البيت، أرجعه مجلداً بإحسان، أداء إليه بإحسان. واحد أقرضك غداً، تعال إلى المحل خذ الدين، لا، جاء إلى بيتك وأخذ المبلغ من بيتك. الأداء ينبغي أن يكون في مكان الأخذ، وأداء إليه بإحسان. هنا إحسان متعلق بالأداء،